تعود إلى الواجهة أوضاع الأقليات في العراق لا سيما المسيحيين منهم في ظل استهداف ممنهج يتعرضون له من قبل جهات متعددة منذ الاحتلال الأمريكي. عمليات الاستيلاء على منازل وعقارات المسيحيين في العراق لا تتوقف وبخاصة في نينوى حيث شهدت المحافظة العدد الأكبر من جرائم الاستيلاء على منازل المسيحيين وممتلكاتهم. مصادر في مجلس المحافظة تؤكد أن نحو مئة عقار مملوك للمسيحيين حولت ملكيتها لأشخاص آخرين بأسماء مزورة ناهيك عن اكتشاف 350 عقارا حاولت تحويل ملكيتها لأشخاص آخرين جهات متنفذة تتبع كتلا سياسية أو ميليشيات مسلحة يحدث هذا في نينوى وفي بغداد وغيرهما من محافظات العراق وبرغم ما اعلنته الحكومه من تعليمات الى وزاره العدل ودائره التسجيل العقاري من اجل وقف اي بيع او شراء للعقارات في بغداد والتاميم ونينوى والبصره وعدم الترويج لاي معامله تخص عقارات المكون المسيحي في البلاد الا ان مواطنين مسيحيين يؤكدون ان الاستيلاء على منازلهم وعقاراتهم لا يزال مستمرا في بغداد وفي باقي المحافظات حيث يكتشف بعضهم حال عودته من رحلة النزوح أن ملكية بيته حولت لأشخاص آخرين بأوراق مزورة وبينما يحاول المتضررون دفع الضر باللجوء إلى الأجهزة الأمنية سعياً لاستعادة حقوقهم يقف الفساد ونفوذ الميليشيات حائلا دون ذلك فالميليشيات باتت في رأي هؤلاء الحاكم الفعلي للعراق فبسلاحها تمسك بزمام الأمن والسياسة والاقتصاد وتفعل ما يحلو لمن يقودونها وفق اجنده تخدم اهدافا خارجيه يمليها النظام الايراني على اتباعه سعيا الى بسط نفوذه الكامل على العراق